السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية السفر مع الميت في المنام ما معنى السفر مع الميت للعزباء؟ حلم السفر مع الميت للعزباء يدل على وجود شاب في حياتها يرغب في الزواج منها ويشير ذلك إلى أن حياتها روتينية ومملة وتريد التخلص منها وإحداث بعض التغيرات فيها تدل تلك الرؤية على أنها شخصية قيادية وقوية وواثقة في نفسها ويظهر ذلك عند اتخاذها القرارات المصيرية إذا كانت تسافر سيرا فتلك إشارة إلى سيرها في الطريق السليم بعد مواجهتها العديد من المشاكل والصعوبات إذا سافرت مع الميت في سفينة وكان الموج هادئ فهذا دليل على أنها تعيش حياة مستقرة وإذا كان الموج شديد دل ذلك على المشاكل الكثيرة التي تواجهها الحالمة في حياتها يدل سفرها بالسيارة على نيلها مكانة كبيرة ونجاحها سواء في عملها أو دراستها تفسير رؤية السفر مع الميت في المنام للمتزوجة إذا رات المتزوجة أنها تسافر مع شخص متوفي في المنام وكانت تحاول اللحاق به فتلك إشارة إلى حصولها على فرصة سفر للعمل ذو مكانة ودخل مادي كبير خارج البلد هي أو زوجها وإذا شاهدت نفسها تسير مع المتوفي دل ذلك على حدوث طفرة في حياتها نحو الأفضل تفسير رؤية السفر مع الميت في المنام للحامل إذا رأت المرأة الحامل أنها تسافر مع الميت تشير إلى حدوث العديد من التغيرات في حياتها وسعة رزقها وحصولها على خير كثير إذا كان يحاول المتوفي أن يأخذها معه بكافة الطرق فتلك الحلم إشارة إلى شعورها بالتعب والمعاناة إذا كان المتوفي غير سعيد ويبكي ويرغب في تناول الطعام يشير إلى أنه بحاجة للدعاء والاستغفار له عن ذنوبه تفسير حلم السفر مع الأب الميت في المنام يرى بعض المفسرين أن السفر مع الأب المتوفي لمكان مضيء وسهل في المنام بشرة خير، فهي تدل على حصول الحالم على السعادة والبركة والرزق والشعور بالراحة والأمان ونهاية فترة صعبة يمر بها، وإن كان المكان الذي يسافر إليه مظلم وصعب دليل على مرور الحالم بظروف صعبة مادية ومعنوية، وشعوره بالحنين وحاجته لوجود والده بجانبه لمساعدته في تخطي المشاكل والأزمات. تفسير حلم السفر بالقطار مع الميت في المنام يدل تفسير حلم سفر الشخص بالقطار مع متوفى على حسم الكثير من القرارات المصيريه التي لا يمكن تاجيلها ويشير الى السفر والرحلات التي يرغب الحالم فيها واذا كان القطار يسير على اقصى سرعه فهذا دليل على شعور الرائي بالندم بسبب ارتكاب بعض الاخطاء نتيجه تهوره وتسرعه وترمز الرؤيه الى ان الحالم بحاجه الى تغير ظروفه باي وسيله كانت نحو الافضل في اسرع وقت ويشير السفر بالقطار بصفه عامه الى تمتع الشخص بشخصيه قويه تفسير رؤية السفر بالطائرة مع ميت في المنام فهي تشير إلى تحقيق الرائي أهدافه وأحلامه وتشير على الخير والرزق الوفير تفسير عودة الميت من السفر في المنام رؤية عودة الأب المتوفي من السفر في المنام يدل على حصول الرائي على خير ومنفعة من والده من خلال ورث الكثير من الأموال. وإذا رأت الزوجة عودة زوجها المتوفي من السفر، فتلك إشارة إلى عدم شعورها بالأمان وإحساسها بالوحدة وحاجتها الشديدة للشعور بالأمان والاستقرار. إن عاد الميت وهو مريض دليل على عدم شعور الرائي بالراحة والطمأنينة ويدل على عدم تقبله الأفعال التي يرتكبها ويشير ذلك إلى أنه يحتاج خروج الصدقات والدعاء على روحه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته